رح ننتقل لميسان لفقرتنا التالية لليوم. كل العيال والأسر بلشت تحضر أولادها للمدارس، هي تحضر حالها أيضا للمدارس والتحضيرات للعودة، لكن العامل النفسي والتهيئة النفسية بتعتبر العامل الأهم للطالب لبدء عامه الدراسي الجديد. خلونا نشوف الأمهات كيف عم يتحضروا ويحضروا أولادهم للمدرسة مع تقرير زميلتنا ربا صالح. أول شيء بدنا نحضر قرطاسية وألبسة وأحذية وهيك قصص. يعني لا، الأسعار كتير غالية، يعني في غلاء كتير. يعني مثلا أنه أنا عندي أربعة، في طالبة جامعية وفي بكالوريا وفي إعدادي وفي ابتدائي، يعني بدك 10-15 لكل واحد بالمرتاح. يعني هلا نحن طالعين من عيد، بدنا نبلش بعد العيد، ما بنعرف إذا في سوق. والله الأسعار مثل النار، الله يعين أهالي، يعني الله يحمل مع الاهالي، خاصه يعني الطبقه الموظفين. يعني الله يعينها. هلا هن عم يحاولوا بالمدارس انه ما يفرضوا اقل شيء مثلا قميص بنطلون يكونوا مثلا مقبولين. في مدارس عم تقبل حتى بنطلون جينز، انه يعني بيعرفوا انه التكاليف كتير كبيره. هذا طبعا يعني بنطلون وقميص انت عم تحكي فيهم، لسه في عندهم قرطاسيه، لسه في عندهم شناتي، لسه في عندهم بواط. هلا الاسعار شوي غالية، يعني مو مثل أيام زمان، في هيك في غصة شوي. إيه طبعا مناسبة، لأنه أنا درت سواء حماص، وهلأ أنا هو بالشام، أنا من حما، فأنا شايفها مناسبة يعني. وفي بعض محلات هون أرخص من حما، حتى في خوف كأنه من التجار أنه ما تقبل على الشراء. طبعا لأنه الموظف بيقول لك يعني الشنطة بدأ يشيل فيها سنتين وثلاثة.